هتقل. انا لما يكون قدامي شقه واحده بس وصاحبها طالب فيها 1000 جنيه وانا مضطر اخدها هاخدها، انما من قدامي شقتين هتلاقي حد فيهم عرض 900 علشان يحط طلب على السلعه بتاعته، هنوصل في الاخر لسعر مناسب ما فيهوش جشع وفي قيمه عادله سواء للمالك او للمستاجر. طب هو الموضوع برضو اتفضل ده المقترح. اه المقترح الوحيد الرئيسي ولا في مقترحات اخرى؟ ده المقترح الرئيسي اللي احنا متوجهين له، وده اللي هيتم زيادات متدرجه على مدى مثلا متدرجه على عدد معين من السنين، نقول 7 سنين 10 سنين. اه 7 سنين اللي موجود دلوقتي 7 سنين 7. وطبعا طبقا لما يتم التوافق عليه هو ده اللي في الاخر هنصوت عليه في المجلس. لكن حتى الان بس عشان يبقى واضح انه لم يتقرر اي شيء، هي افكار فقط. لم يتقرر اي شيء ولم يتم الانتهاء من مناقشه القانون ده عندنا في اللجنه اصلا. لما هننتهي من مناقشته هنطرحه كتصور مجتمعي كل الاطراف تشارك فيه، وده هيبقى دور حضراتكم بقى، هيبقى فيه عبء كبير عليكم ساعتها انه من خلال وسائل الاعلام اللي كلنا بنجلها وعارفين دورها كويس. اشكرك يا دكتور. وقد ايه هي تقدر تبقى الصله ما بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والمواطن اللي في الشارع. الاراء دي هتوصل للمواطن والمواطن هيقول رايه برضه، وفي الاخر هنقدر نطلع بقانون مناسب، قانون كلنا توافقنا عليه. من ضمن المقترحات كمان غير الجزء ده، في عندنا بعض الحالات اللي ممكن نعملها النهاردة وتساهم في تخفيف العبء على المشكلة دي، زي مثلا الجراشات. لو في جراج متأجر قانون قديم، مش منطقي ان انا يبقى عندي عربية وادفع لها مثلا يعني 2 جنيه جراج في الشهر. الاجانب، قانون الايجار للاجانب، الوحدات التجارية برضو، يعني في حاجات مش كلها مساكن. طب في حالة الرغبة في ترك المستأجر للوحدة، مش يعني تنص في القانون على إعطاء مبلغ مقابل التشطيبات أو مقابل يعني أنه هيترك الوحدة مثلا ويكون أيوة مبلغ مقبول، لا أقول مغالى فيه، زي ما بيقول لك ما بيجي يهد العمارة ويبناها، وزي ما سيادتك قلت يطلب منه مليون ويطلب مبالغ خرافية ويطلب مبالغ ضخمة، هذا عيب يعني. لكن في ذات الوقت ما يصحش برضو المستأجر يمشي ويسيب الوحدة ويسيب ذكرياته ويسيب كل حاجة ويسيب تشطيباته اللي شطبها فيه. لا، ما احنا مش بنقول ويمشي ان هو كده ما ياخدش حاجة، ما بنقولش ان هو يمشي النهاردة. احنا ما بنقولش ان هو يمشي اصلا، احنا بنقول ان احنا نوصل القيمة الإيجارية الى قيمة عادلة يرتضيها الطرفين. انا ما اقدرش ابدا اقول للمستأجر يعني سواء النهاردة او بكرة او بعد سنة او بعد 5 سنين انت مطرود، لا. والا ابقى انا بقى يعني انا بدور ان انا انصف المظلوم، هخلي المظلوم ظالم برضه؟ لا، مش ده هدفنا. احنا هدفنا ما بقاش في ظلم سواء للمالك او للمستاجر وبرضا الطرفين. كل الافكار الافكار اللي انت اللي سيادتك عرضتها الان دارت بخلد وزاره الاسكان. اتفضل يا فندم. واعدت مشروع قانون عباره عن 4 مواد. اتفضل يا فندم. ال4 مواد دول كلهم هو اللي مطلوب تغييرهم في قانون الايجار القديم، اللي بيضمنه بجزء من العدل البسيط، مش هنقول بكامل العدل ولكن هي مرحلة انتقالية. أولا عملية التوريث حدنا منها أصبح في التعديل اللي هو مرتقب أو اللي احنا منتظرينه، هيبقى التوريث لمدة واحدة فقط، الابن فقط، لا ابن أو أب أو زوجة، أو يعني زوجة. لو الزوجة خدت الأولاد ما ياخدوش بعد كده، يعني لا ماتت الزوجة بيمتد للأولاد، لا ما يمتدش خلاص، هو الامتداد لمرة واحدة فقط لمن له الحق في الامتداد مهما تنوعت الأسباب. في دي بحل أزمة وبرجع تاني الملك لصاحب الملك الذي يملكه ببضع من يعني خليتها 50% بدل ما هي 100% ضيعة. ثانيا إذا ما كان هناك في العين بعض التعديلات أجراها المستأجر وأن له مكان أو شاف شقة تانية أحلى وأجمل وعايز يترك العين، يتفاوض، يبقى فيه لجنة تحكم ما بين المالك والمستأجر فيما تم صرفه،
على العين وتمن تركه لهذه العين وتمن استحداث شقة جديدة وهيعمل فيها ديكور وي 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 حتى يبدأ في حياة جديدة تقدرها اللجنة وتقدر تستطيع أن توازن ما بين حق المالك وحق المستأجر في تقدير ما يدفع للمستأجر. على ضوء هذا الأمر بتكون اللجنة قرارها ملزم للطرفين ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من الطرق الطعن علشان ما نديش فرصة لأوقات وتمهل وضياع أوقات. واللجنة دي تتشكل مثلا من الحي أو من أي مكان يرتضيه الأفراد ويبقى فيها مشكلة من أعضاء كثيرين، عضو شعبي، عضو من مجلس محلي، عضو من الإسكان، عضو من كده، يعني تشكيل اللجنة حسب ما يتراءى للقانون. أما بقى الحاجة التالتة أو الرابعة اللي احنا بننادي فيها وهو التدرج في التعلي بالأشياء اللي بتوصل 330% إلى 7%، ثم بعد ذلك تكون الزيادة 5% مش 10%، الزيادة دي بتبقى متعلقة باستمرار سنوية. ده الأمر برضو اللي هيعيد أيضا للمالك رونق إحساسه بملكه أيا كان بقى. وأنا كنت بقول دلوقتي المعاليك، أنا دفعت مثلا 2000 جنيه من 20-30 سنة في شقة، الـ2000 دول يساوي 200,000 جنيه، أنا أستطيع أن أحسب قدر هذا المبلغ وأحسبه مقارنة باللي موجود دلوقتي وأخده دلوقتي، وهذا حق ولا أحد يكحده ولا ينكره، وأظن أن في ذلك تحقيقا للعدالة حتى سواء كان للمالك أو المستأجر. يعني لو دافع هو 1000 جنيه، لو عشان بس الدكتور ماجد مع كل احترامه مش معانا دلوقتي، كان بيقول لك في ناس ما خدت كان راضيين بالمبلغ، لا في ناس اجبروا على دفع مقدمات كتير والقانون حماهم برضو، والملاك على فكره ما استمروش في خصم المقدمات دي، يعني إيه عند مدى معين مش كان في حد سايب له 10,000 وسايب له 5,000 وقال له ما اقعدش اخصم لك حاجه. أيوة. وانت حر واعمل اللي انت عايزه، لانه ما كانش يملك اي مستند تجاهه، لانه هو المقدم كان بيدفع بدون اي مستند وبعدين جه قانون الجنائي بقى حمى هذه المسألة وراح متدخل فيها، ورغم ان ده عقد مدني لا يجوز للقانون الجنائي ان يتدخل، وقال لك ممكن تثبت الخلو رجلي ده او المقدم ده تثبته بشهادة الشهود دون ان يكون هناك ورقة مكتوبة، حرصا على الا يضمن تلاعبا كان يحدث ما بين المالك والمستأجر. لا، القانون حمى المستأجر كثيرا. معلش مع كل احترامي، يعني هي في وقت من الاوقات كان نادر جدا، كان في ناس طبعا ممكن تأجر بدون مقدمات، ناس أفاضل ما فيش كلام طبعا، لكن دول من كل 100 كنت تلاقي كام يعملوا كده، واحد ولا اتنين ما هيش مشكلة، مش مشكلة، ولكن إنما هي من غير شهادة شهود هي حقيقة دامغة حقيقة، لكن موجودة. القانون الجنائي قال لك علشان أنا أحميك هات لي 2 شهود يقول ان انت دفعت للراجل ده مبدأ خلوه عشان تسكن، وكان بيصدر عليه امر بالحبس وبالغرامة تعادل المثل اللي اخذ. مرضيش المستأجر يحبسه، يبقى لما يجي يخرج بقى وما رضيش يشتكي في ما يخرج بقى ياخد ال 2000 جنيه بتوعه ياخدهم بسعر النهارده ياخدهم بقى. بقى تقدير مين بقى؟ تقدير ذات اللجنه سيد الرئيس، ذات اللجنه اللي هي هتقدر برضه الخل حق المستاجر في الخروج، هتقدر ما دفع وهتجيب الاثنين، انت دفعت كام وانا دفعت كام، دفعت ال 2000 سنه 85 كان القوه الشرائيه لل 2000 يجيبوا ايه، هل يبنوا الشقه، هل كذا، طب الشقه دلوقتي تتبني بقد ايه، وتقدر ويبقى فيها رضا وكلنا نخلص من بعض. صح. بالرضا. صحيح. بالرضا حفاظا اذا كان في حل مرضي ما فيش حد هيرفضه بتاتا على الاطلاق، وهذا هو التحدي على امام يعني دي ارادتنا بقى، دي اراده الشعب في مجلس النواب. والله لا مجلس النواب ولا مجلس الشعب ولا قانون، ده هي ارادتنا نحن الشعب. ليه بقى معالي الرئيس؟ لان الثروه العقاريه دي من اهم الثروات الخازنه للدوله، اساس الدوله الثروه العقاريه. طبعا الثروه العقاريه دي هي الرصيد الباقي امام كل العالم، الرصيد الحضاري لكل الاشياء عبر مئات السنين، فلابد ان نحافظ على رونقه، لابد ان نحافظ على العلاقة عشان انا حافظ عليه كمستاجر وانت كمالك تحافظ عليه وما تهملش في العقار للدرجه انا باخد 5 جنيه هروح ارممه ازاي، هروح اجيب فيه مواسير واغير مواسير ازاي، لا طبعا واجي اقول للمستاجر يقول لك يا عم وانا مالي، لا ما وانت مالي، لا هو ما شاغل الوحده يقوم بالترميم ويعمل، لا يقول انا مالي المستاجر باخد 5 جنيه يجي يقول انا مالي، احيانا بيثبته يقول انا الراجل الراجل صلح له الصف الصحي ولا صلح له، بيضطر الى هذا الامر. القانون مش كده حضرتك، القانون التلتين على المستاجر والتلت على المالك في حالات التنكيس، وده بيعمل مشاكل كتير وبيؤدي يعني انا ما باخدش 5 جنيه واروح على الكاسه، خليه كمان تعرضها للانهيار يعني علشان كده عشان كده لازم تحمى هذا الامر، لان دي بقى يعني تدخل الدوله لحمايه هذا الكنز. طيب. الثروه العقاريه.
بس ده هذا ما اقصده. دكتور عادل، دكتور سعيد طرح افكار كتيره. انتوا في مجلس في لجنه الاسكان حت يعني هترعوا مناقشه، انت قلت لي مقترح رئيس، هل هتناقشوا ايضا هذه المقترحات؟ اكمل بس اخر مقترح لان نسيته معروضه، انا نسيته بس انا اسف معلش في الاطفال. انا اسف يا دكتور، بس عشان ايه يبقى هو يملك القول التعقيب كلمه واحده. صندوق اللي هتم انشاؤه لمساعده الفقراء في السداد، لا انا عايز الصندوق ده يقلل من اشياء كتير قوي، يكون مدخل لبناء مساكن جديده، لتوسعه، لحاجات كلها اللي بتؤخذ. طيب. الصندوق المساعده ده بقى اللي هو اشتراك الدوله كطرف في هذا العقد. طيب. تفضل يا دكتور عقاد. مقترحات كلها جديره بالدراسه فعلا. انا برضو باكد على ان كل ده هيتم دراسته تفصيليا عندنا في لجنه الاسكان، وعايز اكد برضو على انه العلاقه ليست ثنائيه بين المالك والمستاجر، القانون ده بيمس الدولة، وأتصور أن الدولة هي الطرف الرئيسي في الموضوع، مش بس الدولة عشان هي اللي بتحط القوانين، الدولة ممثلة في قطاعات كتيرة جدا. يعني على سبيل المثال السياحة مثلا، هتقول لي إيه علاقة السياحة بالموضوع ده؟ ده ليها علاقة رئيسية. حضرتك لما بتسافر في أي دولة سياحية برة، من ضمن البرامج السياحية الرئيسية أنك بتعمل جولة في وسط البلد تتفرج على المعالم العقارية بتاعتها. إحنا النهاردة ما نقدرش نعمل كده عندنا، البرامج السياحية دي مش موجودة ونقدرش نعملها. أنا هجيب السياحة أفرجوا على إيه؟ أفرجوا على عقارات لم يتم صيانة لها منذ عشرات السنين. أفرجوا على إيه؟ الدولة مهم جدا تبقى موجودة، ويهمها جدا هذا القانون، ومش بس المالك والمستأجر. طيب. اطراف كتير جدا. ده انا عايز من حضرتك بقول دي مشكله قوميه. بصفه حضرتك يا دكتور محمد عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب، الملاك عندهم امل من خلال هذه الحلقه وعرضها والحديث في هذا الموضوع، عندهم امل في اصلاح اوضاعهم. المستاجرين عندهم قلق. ازاي نغذي امل الملاك في ان هم يتعدل حالهم وياخدوا ايجار مناسب، وازاي نهدي قلق المستاجرين؟ اتفضل سيادتك. احنا بنطمن الناس اولا ان مش هنيجي في يوم واحد نقول القانون اهو اصدر وهينفذ بكره، لا، القانون هيتم اصداره لما كلنا نتوافق عليه، وده هياخد فتره طويله لغايه ما يتم التوافق عليه، وبعد ما يتم اصداره هيبقى في فتره طويله. قد ايه يعني؟ الناس دلوقتي هتسال دلوقتي تقول يعني فتره طويله قد ايه؟ كام شهر ولا كام سنه؟ لا مش بشهور ولا بسنين، مراحل مرحله لغايه ما نطمن ان كل واحد قال راي، جميع الاراء وجميع الاطياف شاركت في تصور واضح للقانون ده، وفي الاخر هيتم تعديل واصدار القانون طبقا للرؤيه المجتمعيه والتوافق المجتمعي عليه. تنفيذ القانون نفسه هيبقى على مراحل، زي ما قلت لحضرتك المقترح النهارده انها تبقى 7 سنين من بدايه تنفيذه، وفي فترة قبل تنفيذه ما بين إصداره وتنفيذه، وفي فترة على إصداره للنقاش المجتمعي. فده كله أتصور أنه يهدئ من قلق المستأجرين، بالإضافة للتصور اللي موجود لإنشاء صندوق له موارد من ضمن موارده الضريبة العقارية اللي هيتم تحصيلها، بحيث يبقى فيه دعم نقدي مباشر لغير القادر. النهاردة المستأجر احنا في عندنا شقق بيدفع فيها 60 قرش للأسف في القصر العيني بالمناسبة، مش 5 جنيه و10 جنيه. النهارده في مستأجر غير قادر، انا ما اقدرش ارميه في الشارع. لا انا ما يعني هل مش عارف، مش عايز افتح النقاش لان الجمله هتفتح نقاش طويل تاني، لكن هل عايز حلقات يا دكتور علي؟ مالك المستأجر يعني ضميره مستريح لل 60 قرش؟ اكيد ضميره مستريح، لانه اكيد دفع مبلغ في الاول يخليه ضميره مستريح دلوقتي. والله انا مش هدخل بقى في ضميره، الله اعلم هو اذا كان مستريح او غير مستريح. احنا بنصلح وضع قائم. ايوه، عايز اقول انه اللجنه عليها تنظر الى المقدمات التي دفعت والى المبالغ التي دفعت، زي ما احنا ونظره تاريخيه على مش نظره انيه فقط، علشان يطلع الحل مرضي. يا دكتور أرجوك هننظر بعين الاعتبار لكل الحقائق عشان الحل يطلع مرضي اللي موجوده عندنا. طيب. ومش بس احنا اللي هننظر، احنا هنطرح الموضوع للنقاش، وده هيبقى دور سعادتك وكل الاعلاميين اللي احنا بنجيب لهم ونحترمهم، وان شاء الله هنوصل لقانون مرضي. نتوافق عليه ويبقى مرضي. تمام. ونقول فيه كلمة حق. دكتور سعيد آخر 30 ثانية معاك، نقدر نوصل للقانون مرضي فعلا للطرفين وما يوجدش أي مشاكل ولا لا؟ لو بدأنا بحب وكلنا علاقة، وبدأت الدولة تلطف العلاقة ما بين المالك والمستأجر، هيكون القانون كويس وهيتطبق صح،
وهنطبقه بإرادتنا إحنا، زي ما إحنا جادرين إن إحنا نحل المشاكل إذا ما استعصى عليها القانون، جادرين أيضا أن نحترم القانون ونجله ونعيد الأمور إلى نصابها، مالك أو مستأجر، بالحدود التي يرضى بها الطرفين. نعم. حدود طبيعية غير مرهقة لا للمالك ولا للمستأجر. عايز أقول كلمة من البرنامج، العلاقة دي بدأت إنسانية محضة بغض النظر عن أي فلوس اتدفعت في الأول أو في الآخر. أيوة. هي بدأت علاقة إنسانية بين اللي كتب عقد الإيجار من المالك أو المستأجر، ياريت تنتهي إنسانية أيضا لأنها خلقت حق كبير. وأنا بشكر ضيفي الكريمين في نهاية هذه الحلقة، الأستاذ الدكتور سعيد مدين أستاذ القانون بجامعة الشرق. شكرا يا فندم. شكرا. كما أشكر الأستاذ الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب. شكرا جزيلا سيادة النائب. شكرا لحضرتك يا دكتور علي، وشكرا للمشاهدين. شكرا يا فندم. حتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة من قضايا تشريعية، لكم تحيات أسرة البرنامج وإلى اللقاء.